النهارده واحنا بنستضيف نجم كبير ورمز كبير ولاعب تاريخي، قلنا افضل مكان نستضيف فيه هنا في ارض التاريخ. مكان جميل جدا وانا سعيد جدا بالمكان ده والله. ده احنا اللي اسعد بيك والله. ربنا يخليك. علي خليل مش كابتن علي، نبتدي بقى الحكايه الحلوه من اولها، من بدايه بني سويف واللعب في دوري المدارس او في الشارع في بني سويف. طبعا الحمد لله انا بديت وانا طبعا صغير في بني سويف، دي المحافظه اللي انا اتولدت فيها، وكان والدي الله يرحمه طبعا كان لعيب كوره وكان هو المدرب بتاعي طبعا. فبديت طبعا في المدرسه، وبعد كده اختاروني من دوري المدارس لان احنا نروح النادي لعمل مدرسه الكره في النادي. كان ايامها كان في منحه من المجر ولكل الانديه مصر، وكان بيجوا خبره من المجر يشرفوا على المدارس دي، وكانوا بيعملوا برامج تدريب. فالحمد لله احنا اتمرنا يعني بشكل جيد، وقدرنا يطلع من عندنا لعيبه كتيره جدا متاسسين بشكل جيد من الناحيه المهاريه. بعد كده اشتركت انا بقى اول مسابقه اللي هي مسابقه الاشبال مع نادي بني سويف. دي اول حاجه رسميه بقى، اول حاجه رسميه بعد المدرسه. فربنا وفقني في المسابقه دي، انا خدت هداف البطوله دي وخدت احسن لاعب. فكان الحكام اللي بيحكمونا كانوا كلهم من مصر في الفتره اللي هي في المباريات النهائيه. فعرضوا عليا او عرضوا على والدي ان انا ممكن اروح نادي الزمالك او النادي الاهلي او نادي الترسانة. فنادي الزمالك كان السباق يعني، بعت مندوب من نادي الزمالك، فجي قابل والدي وحددوا معاد ان انا اروح نادي الزمالك. النشأة فرقت، الوالد مدرب كوره، كابتن علي خليل بعد كده نجم الزمالك، كابتن طارق خليل نجم الاهلي، النشأة في بيت كروي دي فرقت معاك؟ طبعا النشأة بتاعتي كانت في بني سويف طبعا زي ما اتكلمنا. بعد كده البيت عندنا كان في اختلاف، يعني والدتي كانت دايما تزعل ان انا بروح العب واروح التمرين وارجع انام، ما كنتش بذاكر. والدي طبعا كان بيحب الكوره وهو راجل كروي، فكان بيشجعني ان انا العب. لكن الشيء العجيب اللي كان يعني اما كبرت كنت بفكر فيه، ان والدي عمره ما اعطاني اي نصايح، كان بيسيبني ان انا اخد القرار بنفسي في اللعب، العب واسجل اجوان، ما بيعترضش على اي حاجه بيقول لي اعمل كذا واعمل كذا. انا كان سيبني اعطيني الحريه ان انا اخد القرار ان اعمل اللي انا عاوزه. فدي طبعا نفعتني بعد كده ان انا بكون عندي شخصيه وعندي قرار وعندي ثقه في نفسي. اعطتني ثقه كبيره جدا في نفسي لما بقى اتنقلت نادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك، وكان مشوار كبير. تفتكر مين اللي وداك نادي الزمالك من الدوري اللي انت تألقت فيه في الناشئين؟ مين الحكم وهو بيحكم من القاهره اللي شافك وهيبدا ياخد الكابتن علي خليل نادي الزمالك؟ هو كابتن طبعا الحكم الدولي كابتن مصطفى محمود، ده من نادي الترسانة. نادي الترسانة ده كان حكم دولي من اكبر الحكام في مصر، وهو عرض كمان ان انا ممكن اروح نادي الترسانة. فطبعا والدي فضل، كان صديقه مين؟ الكابتن حليم تالوت. ده كان مدرب في نادي الزمالك وكان مدرب في نادي بني سويف الفريق الاول. كان صديق والدي جدا، فهو يعني اتكلموا مع بعض، قالوا نادي الزمالك افضل ونادي كبير ونادي ليه وضعه. فربنا وفقني ورحت نادي الزمالك.